السلام عليكم. منذ قيامهم بالانقلاب قبل أكثر من 3 سنوات، يواجه الحوثيون خسارات متوالية على مختلف الأصعدة العسكرية والسياسية والشعبية. اليوم وفي ظل انسداد الأفق أمام الميليشيا، يحاول قادتهم المراوغة في مربع جديد يمنحهم الوقت وربما أيضا صفقات دولية ضمن توظيف سياسي معين. بالأمس أرسل القيادي في الميليشيا محمد الحوثي رسالة للأمين العام للأمم المتحدة تتضمن ما أسماها مبادرة حل الأزمة، وتحوي هذه الرسالة مقترحات لا تتضمن تسليم السلاح ولا الاحتكام للشرعية الدولية ولا الاعتراف بالمرجعيات الثلاث، ما يعني أنها محاولة لذر الرماد في العيون وفتح شهية المجتمع الدولي للمزيد من التصريحات حول الحل السياسي والضغط باتجاهه. تزامنت رسالة محمد علي الحوثي مع جولة واسعة تقوم بها قيادات حوثية إلى عمان وإيران وعواصم أوروبية، وقال ناشطون إن وفد من المجلس الانتقالي يتواجد حاليا في ألمانيا وعواصم غربية أخرى للتسويق لنفسه سياسيا بدعم دبلوماسي من دولة الإمارات. إذن تشكيلات غير قانونية تجوب عواصم غربية وسط صمت من قبل الدبلوماسية الحكومية. الحوثيون في الشمال والانتقال في الجنوب يختلفون في الجغرافيا ويتفقون في الخارج على ملشنة البلد والزج بها في أتون الفوضى وسط ما يبدو تشجيعا غربيا وتحديدا من قبل الدول الكبرى المهتمة بالمنطقة. هل هناك مشروع صفقة بين المجتمع الدولي والميليشيا في اليمن؟ وماذا يفعل هادي والسعودية لمواجهة هذه التحركات الدبلوماسية؟ ولماذا تعارض الدول الكبرى هزيمة الانقلابيين عسكريا وتسعى لإبقائهم في المشهد السياسي رغم عدم وجود صفقة قانونية لهم؟ هل تلعب دولة الإمارات دور الوسيط بين هذه الدول وهذه الميليشيا وبقايا نظام صالح؟ أعزائنا المشاهدين، هذه الأسئلة وغيرها سنناقشها الليلة في المساء اليمني مع ضيفي هنا في الأستوديو الدكتور عادل دشيلة الكاتب والباحث، وسينضم معه آخر عبر الهاتف. مساء الخير دكتور عادل. مرحبا بك. أهلا بك. قبل أن نبدأ حوارنا دكتور، دعنا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. الآن حصحص الواقع وتهاوت أوهام الغلبة، وبات الذين اعتقدوا أنهم بالسطو والغلبة بإمكانهم الانقضاض على اليمن والوصول إلى السلطة والسيطرة على الحكم في مربع آخر وخطاب آخر. بعد أن بددوا فرص الحلول السياسية والسلام، يقدمون مبادرة للحل باعتبارهم طرفا سياسيا وليس طرفا عسكريا انقلب على الإجماع الوطني. بحسب متابعين هي ألعاب جديدة في مربع السياسة هذه المرة، وربما تأتي بإيعاز من أطراف خارجية، خصوصا وأن الرسالة تم توجيهها للأمم المتحدة من جماعة لا تملك أي توصيف قانوني أو شرعي لتخاطب جهات دولية. دلالات التوقيت في المبادرة الحوثية حملت أكثر من بعد وأكثر من مضمون، كونها جاءت في مرحلة التآكل العسكري للميليشيا، كما أن مضامين تلك المبادرة تخلو من أي تناولات حقيقية متعلقة بجوهر المعضلة اليمنية سلاح الميليشيا. المبادرة التي انطلقت باسم محمد علي الحوثي جاءت بعد تقرير فريق الخبراء الأممي الصادر مؤخرا، الذي أوصى بإدراج محمد علي الحوثي في لائحة العقوبات الدولية، وهو ما يفسره البعض بأنه سبب توقيع المبادرة الحوثية المرسلة للأمم المتحدة باسمه دون ما اسم آخر. نشاط ميليشيا الانقلاب في الشمال والجنوب داخل مربع السياسة مجددا يأتي في إعقاب التقرير الذي رفع لمجلس الأمن، وحمل العديد من المكاشفات المتعلقة بمسلك ميليشيا الحوثي ومسلك التحالف العربي أيضا. وقد تأتي هذه المناشط كحالة استباقية لما قد يترتب على التقرير من قرارات وعقوبات. في الضفة الأخرى، يمول النظام الإماراتي التحركات الدبلوماسية لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، وهي خطوة يعدها مراقبون مسلكا مضادا لمشروع استعادة الدولة في اليمن، خصوصا في ظل تعاطي دول أوروبية بعينها مع كيانات مضادة للدولة بما يتنافى مع الأعراف الدبلوماسية بين الدول. إذن دكتور، كيف تابعت ما سمي بمبادرة الحوثيين في هذا التوقيت تحديدا؟ يعني تحدثت عن انتخابات ومصالحة،
دون أن يتحدث عن نزع سلاح أو تراجع عن انقلاب أو حتى عدالة انتقالية، برأيك هل هي عبارة عن مراوغة أو طعم أو ماذا برأيك؟ أولا تحية لك والمشاهدين الكرام. في مثل شعبي يقول إذا نطق الغراب وقال خير فأين الخير من وجه الغراب؟ يعني هذه الميليشيات اليوم تتحدث وتقول أنها تقدم مبادرة يعني للسلام، لإحلال السلام في اليمن. من هذه الميليشيات أول أن تتحدث أي صفة قانونية يحملها محمد الحوثي؟ هذا من حيث المبدأ، يعني هو رجل ميليشاوي يحمل السلاح في وجه الدولة، انقلب على مؤسسة الدولة، انقلب على شرعية دستورية، واليوم يراوغ المجتمع الدولي ويقول بأنه يعني مستعد أن للحوار مع الحكومة الشرعية، وأنه يعني مستعد أن يكون تشكيل لجنة لإطلاق السجناء، وأنه مستعد أن يتخلى. ما هي يعني إذا كنت أنت تريد السلام في اليمن، ما لدينا مرجعية ثلاث، لدينا مخرجية حوار وطني، لدينا يعني مبادرة خليجية، لدينا قرار الدولي رقم 2216 صدر من أعلى منظمة دولية في العالم. يعني إذا كنت أنت ما هي التنازلات التي قدمتها في هذه الورقة؟ هذا نوع من الضحك على الذقون، هذا نوع من الضحك على المجتمع الدولي. هم الآن يريدون أن يعيدونا إلى المربع الأول. ما كنا في حوار في الكويت في العام 2016 أو 2015، يعني في 2016، وكنا في حوار مع هذه الجماعة لأكثر من شهرين برعاية كويتية، وكانت تراوغ هذه الميليشيات وكان لغتها في الحوار يعني أنها تهاجم أبناء تعز. هؤلاء اليوم هم يلفظون أنفاسهم الأخيرة، هؤلاء هم لعبة بيد للأسف الشديد بيد أنظمة إقليمية بل وربما دولية. نحن البلد الآن أصبح يعني مكان لتصفية الصراعات الإقليمية والدولية. أما بالنسبة لميليشيات الحوثي، إذا كان الرجل هذا يعني إذا كان هذا جماعة الحوثي من سفكت الدماء وانتهكت بيوت الناس ودخلت العاصمة اليمنية صنعاء وشردت الناس والأبرياء وسجنت الضعفاء والمساكين وانقلبت على حليفة الذي انقلب معها على الشرعية اليمنية وتقتل الأبرياء في تعز وتحاصر يعني الناس داخل تعز، طيب إذا أنت تريد أنت الآن إحلال السلام؟ نعم، يعني حتى عنوان الرسالة كان يعني لإنهاء المآسي اليمنيين منذ العدوان، يعني مغالطة واضحة منذ عنوان الرسالة. دكتور، يعني برأيك يعني كيف تفسر هذه القفزة بين حديث عن الولاية والحق الإلهي وحديث الآن عن انتخابات وديمقراطية ويعني مصالحة؟ كيف تفسر هذه النقلة؟ طبعا الميليشيات في أي بلد في العالم لا تؤمن بانتخابات أو بحرية الرأي والرأي الآخر، هذا من حيث المبدأ. جماعة الحوثي هذه جماعة طائفية ستسعى، يعني كانت تسعى ولا زالت تسعى لأن تحكم البلاد تحت اسم الولاية، وأنهم أولياء الله وأنصار الله، وأنهم من يحق لهم أن يحكموا البلد. طيب هذا نوع من الضحك على الذقون، من سيصدق هؤلاء؟ لماذا لم يكونوا يعني لماذا لم يوافقوا عندما دخلوا في اتفاق السلم والشراكة ودخلوا العاصمة اليمنية صنعاء وسفكوا الدماء وانقضوا على حكومة شرعية؟ اليوم أفسر هذا أن جماعة الحوثي الآن تعيش يعني في 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 المراحل الأخيرة، وأن أصبحت أيامها معدودة، ولو لم يكن هناك يعني اختلاف في الأجندات لدول التحالف العربي لكنا رأينا السيناريو والمشهد تغير تماما. إذا جماعة الحوثي الآن يعني تلفظ أنفاسها الأخيرة. لكن دكتور، يعني ربما لنا أكثر من عام ونحن نتحدث أن جماعة الحوثي تلفظ أنفاسها الأخيرة ولكنها مستمرة. يعني الفكرة يعني ربما أنت طرقت في مسألة أنه اختلاف الأجندات هو الذي ضيع مسألة القضاء على هذه الميليشيا. دعني أسألك أيضا، لما جاءت هذه الرسالة من قبل ما يسمى اللجنة الثورية ولم تأتي بالوجه السياسي الذي يسمى بالمجلس السياسي والذي يقوده الصمد؟ جماعة الحوثي ليست جماعة سياسية، هذه جماعة ميليشاوية، هذه جماعة بيد نظام. هناك نكون واضحين وصريحين ونوضح للمشاهد الكريم، هناك التحالف العربي يريد أن تكون ميليشيات، يعني جزء في التحالف العربي يريد أن يكون ميليشيات طائفية في شمال اليمن وأن يعطيها الغطاء السياسي مثل ما أعطاها غطاء سياسي في العام 2000. سنتحدث نحن عن التحالفات، ولكن نقطة يعني ليس المجلس السياسي من قام بإرسال الرسالة وإنما اللجنة الثورية، هل هناك دلالة وراء ذلك؟ الدلالة هو أن صالح الصماد لا يعتبر إلا موظف لدى الجماعة الحوثية، وأن رجل هذا من طبقة تقليدية يعني قبلية هو يعتبر يعني زنبيل وعليه أن يخضع للقنديل. إذن محمد الحوثي هو رئيس اللجنة الثورية العليا وهو من يدير البلاد، وكانوا في خلاف مع الرئيس الراحل علي عبد الله الصالح عندما كانت اللجنة الثورية تتدخل في كل صغيرة وكبيرة مع طرفي الانقلاب، وكان لها اليد الطولة في مؤسسة الدولة. واليوم هنا يعني رسالة واضحة
الآن من يدير المشهد هو عبد الملك الحوثي، أما بالنسبة للمجلس السياسي هذا ما هو إلا شماعة بيد جماعة الحوثي، بيد الحركة الحوثية الهاشمية السلالية العنصرية. ليس هناك مجال لا للمجلس السياسي ولا أعضاء المجلس السياسي. الأمر الأول وأخيرا هو بيد عبد الملك الحوثي وابن عم هذا القنديل. لكن يعني ألا تلاحظ أن اللجنة الثورية هذه ظلت مختفية خلف الستار السياسي ولا تظهر بتاتا بشكل أو بآخر إلا في هذه الفترة وبهذه الرسالة؟ ما هو يعني دلالة توقيت ظهورها بهذا الشكل؟ طبعا جماعة الحوثي الآن هناك وعود إقليمية لهم. طبعا سلطنة عمان هي توعدهم بأن يكونوا جزء من أي عملية سياسية، ويبدو أنهم وصلوا إلى قناعة لأن المجتمع اليمني يرفضهم، وبالتالي هم انقضوا على الرئيس الراحل وقاموا بقتله كي يتخلى يكون المشهد الآن متاح لهم، وأصبح هم اللاعبين داخل المشهد في شمال اليمن. وبالتالي يعني إذا كان هناك أي حوار سياسي فسيكون لهم يعني اليد الطولة في أي تشكيل سياسي يعني حكم سياسي في المستقبل. وقد ربما أن سلطنة عمان وربما أن يعني هناك يعني إشارات من بريطانيا وبعض الدول أن ينصهروا أن يعني يدخلوا في حوار سياسي مع الحكومة الشرعية، وهذا ما يدور الآن حاليا. وبالتالي هم أتوا يعني برسائل إيجابية الآن لكي يبلغوا المبعوث الدولي الجديد القادم على أننا مستعدون للحوار ومستعدون للتفاهم، وإنما الحكومة الشرعية والتحالف العربي هو من يؤخر من يعارض هذا المبدأ، وبالتالي هم يراوغوا. ومن سمات هذه الطائفة هو المراوغة والكذب والدجل على الناس. نعم، إذن اسمح لنا أن ينضم معنا في هذا الحوار السيد أيمن نبيل الباحث السياسي. مساء الخير أستاذ أيمن. مساء الخير أستاذ آسيا، أهلا بك. أهلا بك أستاذ أيمن. يعني لو تحدثنا عما يحدث في ألمانيا، يعني التي سمحت بفتح مكتب للمجلس الانتقالي في عاصمتها، وهناك أيضا تحركات يقوم بها ميليشيا أو قادة من الحوثيين وأيضا فريق من المجلس الانتقالي في عواصم أوروبية، يعني ما هي دلالات هذه التحركات برأيك؟ هل هناك شيء يطبخ تحت الطاولة لدى الدول الكبرى؟ أعتقد أن المسألة في الأساس لها علاقة بهذه المكونات نفسها ومحاولة ترجمة ما حققته في الشهور الماضية بشكل سياسي، لكن بخصوص القوى الكبرى في العالم هي بالتأكيد منفتحة على جميع الأطراف باستثناء الحكومة هذه، يعني هذه الرئيس هذه وحكومته، لأنها فعليا لا تملك شيئا على الأرض، وهذه الحكومة تفضل يعني عادة التعامل مع من يستطيع أن يدير الأمور على الأرض، ومن يستطيع أن يدير الأمور في الشمال هو الحوثي، هذا واضح، حركة الحوثية. وفي الجنوب يعني يبدو يوما بعد يوم أن المجلس الانتقالي يعني مسنودا بالقوى الهائلة المالية والعسكرية والإعلامية للإمارات، سوف يسيطر يوما ما على يعني يوما بعد يوم يسيطر أكثر فأكثر على الشؤون الموجودة في الجنوب، خاصة في العاصمة المؤقتة عدن. أعتقد أن المسألة في هذه التحركات الدولية يعني تمس في الأساس، مثلا إذا أخذنا الحركة الحوثية هي الآن تحاول أن تترجم نجاحها في القضاء على علي عبد الله صالح وقواته، يعني وبالتالي التعامل مع المجتمع الدولي أن تفرض نفسها الآن ليس كشريك من قبل، يعني من قبل كان حتى المجتمع الدولي يتعامل مع الحوثي باعتباره شريكا لصالح وليس باعتباره طرفا، يعني باعتبار أن صالح يغطي بحزبه وبصفته السابقة كرئيس سابق للدولة وإلى آخره وبعلاقاته الممتازة كانت مع الغرب. فالآن الحوثيين يريدون أن يقدموا يعني شيء جديد، أنه نحن الآن أنتم تتعاملون مع طرف وحيد في الشمال. هذا ما يخص الحوثيين. فيما يخص المجلس الانتقالي الجنوبي أيضا المكتسبات البسيطة ولكنها كانت يعني يعني شكلت هزة في الحقيقة للحكومة هذه ولهيبة الرئيس التي يعني تهتز يوما بعد يوم طوال عدة سنوات. تريد ترجمة ما حققته في نهاية الشهر الماضي، ويعني تقديم نفسها للعالم بأنها أصبحت الآن بأن المجلس الانتقالي الجنوبي أصبح الآن طرفا. الآن هل هذه الممارسات هي فعلا تستحق كل هذا الحديث؟ هذا أمر آخر ممكن نحلله إذا أحببت. نعم، إذا يعني قيادي حوثي يبعث برسالة للأمين العام للأمم المتحدة تتضمن مبادرة حل كما أسماها، وتحدث عن انتخابات ومصالحة وما إلى ذلك. هل تعتقد أن مثل هذه الخطوة عبارة عن إيعاز دولي من قبل دول هي يعني من تمسك بالملف اليمني كذريعة لبدء اللجوء لمفاوضات جديدة؟ في الواقع لا أعتقد ذلك لعدة أسباب. يعني أعتقد أن هذه كانت حركة منفردة قامت بها الحركة الحوثية يعني. وأسباب هذه هي التالي: أولا أن المستوى الرسالة نفسه مستوى ضعيف جدا،
يعني نبدأ مثلا نحلله بالنقاط التالية. أول شيء الذي قام بإرسال هذا الخطاب وهذه المبادرة بين قوسين اللجنة الثورية العليا. نعم. يعني في حال إرادة طرف ما أن يتعامل مع الآخرين، يتعامل مع المجتمع الدولي، فمن الأفضل أن يقدم نفسه كدولة كحكومة. هناك وزارة خارجية تتبع الحركة الحوثية في صنعاء، لكن التعامل مع لجنة ثورية عليا هذه أول شيء يعني سطحي ومبتذل في الحقيقة. الأمر الآخر صياغة المبادرة نفسها، يعني هناك أولا لا يوجد أي تنازلات تقريبا، يعني كل شيء يبقى كالحال كما هو عليه، وهناك أيضا بعض الاختلافات تقترب يعني تصل إلى حد التناقض. يعني لجنة مصالحة ثم بعد ذلك يسرد ماذا يجب أن يفعل. طيب لجنة المصالحة ما يعني ماذا سيكون دورها أصلا إذا كان سنأتي برئيس جديد وبرلمان جديد وإلى آخره؟ وأيضا ليس هناك أي كلام عن السلاح ولا عن المناطق ولا حتى لاحظ مثلا لا يوجد حتى تحديد واضح لأطراف الحرب. يعني يقول مثلا منع الاعتداءات الأجنبية على اليمن، لم يذكر السعودية والإمارات أو دول التحالف العربي، لم يذكر حكومة هذه، لم يذكر شيئا. وبالتالي هذه المبادرة يعني شكلا وموضوعا هي يعني لعدية على شكلها كذا، يعني ما كانش فيها أي شغل احترافي، وهذا الشغل الاحترافي يعني لا يحتاج عقولا كبيرة، كان يحتاج فقط بعض الكوادر التي عملت في السلك الدبلوماسي، وهؤلاء متوفرون من تركة صالح بيد الحوثيين. يعني باعتقادك هل يمكن أن يسقطوا مثل هذه السقطات التي ذكرتها، خاصة نحن نعلم أن لديهم المستشارين من دول مختلفة؟ يعني ألا تعتقد أن هناك رسالة يعني يودون إيصالها عبر اللجنة الثورية العليا؟ بلى، ربما لا أستطيع أن أجزم بهذا. يعني قد يكون طبعا، أنا عادة لا أستبعد يعني الغباء عن الذين يعملون في الشأن العام عموما، هناك تقدير مبالغ فيه لهؤلاء الناس في الوطن العربي وربما حتى في العالم. يعني الناس هؤلاء يعني عدد قدراتهم، إذا لم توجد مؤسسات معينة تستطيع أن تحكمهم يعني نكتشف بعد ذلك غباء مروع وغباء ممزوج بغرور كمان. ولكن هناك أمر آخر ربما يكون، أن الحوثيين يريدون أن يقولوا أن عليكم أن تعترفوا بنا كلجنة ثورية وليس حتى بأننا حكومة، ولكن هذا أمر غريب. يعني حتى هذه المحاولة سخيفة وتضيق الخناق أو تضيق هامش الحركة لمن يريد أن يساعدهم في الخارج. يعني المفروض أنك أنت تقدم نفسك كدولة، يعني المفروض أنه الآخرين يتعاملوا معك كدولة، لكن أنت تصر أن يتم التعامل معك كميليشيا أو كجماعة طائفية، يعني هذا إما غباء أو أنه غرور، يعني أول الاثنين معا. نعم. إذن أستاذ أيمن، يعني ربما هناك سيناريو محتمل أن يقود المبعوث الجديد مفاوضات جديدة يعني يمثل الحوثيون فيها طرف، وأيضا المجلس الانتقالي طرف والحكومة الشرعية أيضا ربما يعني سيملأ فراغ لم تستطع ملأه الحكومة الشرعية، وأيضا على حساب استقرار البلد برعاية كما يقال بريطانيا أمريكية. هل تتوقع ذلك؟ في الحقيقة المسألة هنا في تخص الشرعية، تخص يعني الرئيس هادي وحكومته، لأنه هو الذي سيحدد. أولا مثلا المجلس الانتقالي الجنوبي مطالبه واضحة، يريد انفصال الجنوب كما يقول، مدعوما بالإمارات وإلى آخره، فماذا سيفعل بمفاوضات مع الحوثيين؟ أعرف يعني إيش بيعمله؟ المشكلة الآن مع من؟ مع الرئيس عبد الرب هادي وحكومته، لأنه يريد انفصال الجنوب، فبالتالي لماذا سيدخل أصلا لهذه المفاوضات كهذه؟ الحوثيون هم طرف خلاص، قد كرسوا أنفسهم الآن كطرف، والعالم كله طبعا يريد حلا سياسيا. يعني القوى الدولية الكبرى يعني أمريكا تحديدا وأوروبا تفضل أن يبقى الحوثيون حتى يكون هناك عوامل توازن داخل البلد، وبالتالي ربما يأتي في المستقبل، ولكن هذا كله الآن يعني معلق أو مرتبط بما سيكون رد فعل الشرعية. طبعا العالم لن يستطيع هكذا ببساطة أن يتجاوز حكومة عبد الرؤوف منصور هادي ويذهب ليجتمع بالمجلس الانتقالي أو بالحوثيين هكذا يعني بكل بساطة، حتى إذا يعني مع رفض الحكومة الشرعية لهذه الأمور. ولكن لا أدري، ربما الحكومة يعني طبعا نحن نعرف سلوك الحكومة، وربما تسقط آخر سقطة لها وتوافق على هذا، وبالتالي تصبح بالنهاية طرفا من ضمن أطراف كثيرة، ثلاثة أطراف تقريبا، وهناك دول إقليمية كبرى، ودخول مجلس الانتقالي أصلا يعني أن الإمارة تدخل في المباحثة رسميا أو فعليا. يعني الآن فعليا بيحدث أنه الإمارات تدخل في المفاوضات، وهذه مشكلة يعني كبرى ستكون لحكومة هذه التي تعرقله الإمارات الآن، وهي تقريبا لا تملك صفة يعني واضحة في أي مفاوضات مع الخارج. إذن في ظل هذه العرقلة أستاذ أيمن، يعني التي ربما تحدثنا عنها أكثر من مرة، لكن يعني كيف تجد موقف الحكومة الشرعية سواء على مستوى التحرك الدولي، على مستوى الحضور في يعني الأماكن الدولية المهمة؟ يعني هل تجد أن الدبلوماسية اليمنية الشرعية لها ذات الحضور الذي تمثله الأطراف الأخرى؟
للأسف لا. طيب أحب فقط لو سمحت أضيف بس فكرة سريعة. بالنسبة لمجلس الانتقال الجنوبي هناك مبالغات كبيرة بالمناسبة، يعني هنا مثلا في ألمانيا من الواضح أن لم رأيتنا الصور، هي صورة واحدة أو صورتين لافتتاح دائرة العلاقات الخارجية لمجلس الانتقال الجنوبي، لم أجد أي مسؤول ألماني يعني يشارك في افتتاح هذا المكان. وبالتالي المسألة قد تكون أحد شيئين، إما أن هناك جماعة من الناس اجتمعوا وقرروا أن هذا مجرد دائرة علاقات خارجية حتى بدون أي تصريح، يعني مجرد اجتماع ناس مواطنين عاديين، أو حصلوا على تصريح لكن ليست له أي صفة تمثيلية، بمعنى أن الحكومة الألمانية ولا حكومة الاتحاد ولا الاتحاد الأوروبي اعترف بمجلس الانتقال. يعني هناك مبالغات شديدة فيما يقال، حتى بحثت لم أجد أي خبر في الصحافة الألمانية لهذا الموضوع، لم أجد أي اعتراف من الحكومة الألمانية، ولم أجد حتى عنوانا لهذا الفرع الذي قيل عنه في برلين. هذا أمر أول. الأمر الثاني أنه نحن نعرف أن السفراء عادة يعني هناك مبالغات أيضا مثلا في حكاية السفارات. يعني أنا المجلس الانتقالي التقى بمبعوث السويد إلى اليمن وليبيا. نحن نتذكر مثلا في المرحلة الانتقالية كانت الدول هذه الأوروبية التي ليس لها أثر كبير في الواقع اليمني تلتقي حتى بمشايخ قبائل، يعني مشايخ نهم مش عارف من وأشياء من هذا القبيل. وهناك الآن شخصية يعني معروفة شعبوية تملأ الدنيا ضجيجا في الأردن والرياض بلا أي صفة تقريبا، ولكن تلتقي بالسفراء كل يوم. وبالتالي علينا أن لا نبالغ في هذا، نحن علينا أن نحذر عندما نرى أن هناك اعترافات رسمية بالمجلس الانتقالي كطرف يمني له حقوق من دول كبرى، هنا يبدأ القلق. نعم. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ أيمن نبيل الباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من ألمانيا. عودة إليك دكتور عادل. دكتور عادل، برأيك يعني هل الأمر علاقة يعني رسالة محمد علي الحوثي هل لها علاقة بالتحركات التي يقوم بها قادة حوثيون في عواصم أوروبية مختلفة؟ يعني أيضا كما سمعنا هناك تحركات ولو أنها طفيفة للمجلس الانتقالي، هل تعتقد أن هناك رغبة أوروبية أمريكية للانفتاح على هذه الميليشيا بدلا من الحكومة؟ أولا يا أستاذ دعني أوضح لك فكرة. سبب الكوارث في المنطقة هي الأقليات، هذه الأقليات تريد أن تحكم بقوة الحديد والنار وتجد يعني موقف دولي داعم لها. جماعة الحوثية الآن لابد أن نكون واضحين، هي متغلغلة في أماكن صنع القرار اليمني منذ يعني ثورة 23 سبتمبر. وبالتالي جماعة الحوثي يعني الطبقة الهاشمية متواجدة في السفارات الأوروبية، متواجدة في الخارج، مثل اللوبي الصهيوني. اللوبي الصهيوني هم أقل، وبالتالي هم يتغلغلوا في أماكن صنع القرار ويحركوا القرار الأمريكي وهكذا. الآن اللوبي الحوثي هو يشتغل في العواصم الأوروبية، وأيضا هناك سفاراتنا في الخارج لا زال هناك طبقة تقليدية تسيطر على المشهد في الدبلوماسية اليمنية، وحضور الشرعية اليمنية يعني في الخارج يعني ضعيف. وبالتالي هؤلاء يصوروا للعالم الخارجي على أن هذه الجماعة يعني منكوبة، وعلى أنها مظلومة تاريخيا، وعلى المجتمع الدولي أن يساعدها. إذن هذه الجماعات الأقليات هي بيد المجتمع الدولي. وبالتالي ما يدور الآن في أوروبا وفي العواصم الأوروبية، بالطبع هناك رغبة أمريكية أوروبية لإشراك جماعة الحوثي في الحكم مستقبلا. أولا الأمريكان يريدوا أن تكون جماعة الحوثي خنجرا بيدهم من أجل ابتزاز دول المنطقة. ثانيا الإمارات العربية المتحدة لديها مشاريع استراتيجية اقتصادية خاصة بها، وهي تروج لميليشيات مسلحة في المجتمع الدولي. الآن يعني الحراك الانفصالي يلتقي بالخارجية البريطاني، وأيضا هناك يعني سيفتحون لهم مكتب أو فتحوا مكتب في أحد العواصم الأوروبية. والآن المجلس الانتقالي يعني داخل الإمارات العربية المتحدة يعني رئيس المجلس الانتقالي وأيضا جماعة الحوثي الآن الناطق باسمها يتجول في العواصم في إيران وفي وفي أوروبا. إذن هذا كله على أن هناك طبخة قد أعدت يعني في الغرف المغلقة، وسيدفع الشعب اليمني الثمن باهظا. لكن يعني ضيفنا تحدث أنها فعاليات هامشية باهظة، أيضا لا يوجد لديها أي حضور رسمي، ولكنهم يستطيعون استغلالها إعلاميا والتوضيح للعالم أن هناك من التقى بهم أو هناك من يعني مثلا هذه مكتب العلاقات الدائرة الخارجية كما سمي المجلس الانتقالي قال يعني لا يوجد له عنوان ولا أي طرف رسمي قام بافتتاح معهم. يعني ربما هم يستطيعون الاشتغال على الإعلام ويسوقون أنفسهم أكثر.
هم يسوقون لفكرتهم يعني، واحيانا يهولوا اذا اجتمعت احد الناشطات في امريكا يقول قامت واجتمعت مع كذا، تهويل اعلامي، والحرب حرب نفسيه اعلاميه قبل كل شيء. ولكن ينبغي ان نفهم ان الدبلوماسيه اليمنيه للاسف الشديد لم تقوم بواجباتها الوطنيه تجاه الشعب اليمني. اين الدبلوماسيه اليمنيه؟ اين الخارجيه اليمنيه؟ اين دور الشرعيه اليمنيه؟ هناك شيء، هناك امر دبر بليل ضد الحكومه الشرعيه. الحكومه الشرعيه الان اصبحت يعني حبيسه، نكون واقعين وصريحين، الحكومه الشرعيه الان أصبحت يعني حبيسة في الرياض. الآن الإمارات العربية المتحدة يعني بالمكشوف، يعني أصبحت سياستها مكشوفة للواقع، تقوم يعني بتهيئة الشارع. الآن يعني تريد إعادة إنتاج النظام القديم، تدعم طارق محمد عبد الله الصالح، تدعم يعني ميليشيات انفصالية، تدعم أيضا حركة الحوثي من خلف الستار. وبالتالي المشروع الإيراني والمشروع الإماراتي هما وجهان لعملة واحدة. وبالتالي إيران تدعم يعني ميليشيات في الشمال كطائفية، والإمارات تدعم ميليشيات عنصرية في الجنوب من أجل يتحكموا في المشهد. إذن الحكومة الشرعية غائبة عن المشهد، والحكومة الشرعية لأنها في الداخل هي منشغلة بالحروب مع جماعة الحوثي ومع المجلس الانتقالي أدخلوها. يعني التحالف العربي غير أجندته تماما. الآن المندوب البريطاني قد ربما يأتي، يعني المبعوث البريطاني الدولي يعني بشكل عام قد ربما لديه خطة يعني يطبقها على الواقع. وبالتالي ستجد الحكومة الشرعية أنها مجبرة على قبول هذه المبادرة. ونحن رأينا التقرير الأخير عندما كشف وقال أنه قد ربما في الأيام القليلة القادمة تكون الحكومة الشرعية غير قادرة على ضبط يعني على ضبط الأمور في الواقع، وأن الحكومة الشرعية لن يعني تلقى دعم دولي. معنى هذا أن هناك أمر قد بي يعني قد دبر ضد هذه الحكومة، وفي المستقبل قد ربما نرى أنه هناك حوار سياسي وكأن شيئا لم يكن، وأن كأنه لم يكن انقلاب، ومع الحكومة الشرعية سواء نعم. تقبل بالحوثي يعني كواقع. نعم، إذا اسمح لنا دكتور عادل أنت والسادة المشاهدين أن نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود. سألك بالله وين نروح احنا؟ احنا ناس ضعفاء وناس فقراء، ما معاناش دخل ولا معانا حاجة، معانا الا وقوف. زعلان على الواقع، شوف كيف احنا نعيش، نعيش نعيش نكون نعيش شاب، لا علاقات، لا امام عيالنا كيفهم، لا يفتحون بخلي البر لأن دولنا قليل رجل قليل سكر، أكانوا يصدقوا علينا بقليل ما قطعوا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى دكتور. دكتور، يعني منذ أن فشلت جولات المفاوضات السابقة والعديدة مع الانقلابيين، يعني وآخرها الكويت التي ذكرتها ظلت أكثر من شهرين، أصبحت تصريحات الشرعية والتحالف أيضا أن الحاسم لابد أن يكون عسكريا. لكن يعني وأيضا حدث هناك انتصارات عسكرية ميدانية، لكن هذه التحركات الأخيرة التي يعني ربما من المجتمع الدولي التي تريد أن تدفع بالحل السياسي، هل تتوقع أنها ستنجح يعني في ظل معرفة الجميع أنها لم تعد مجدية؟ طبعا ينبغي أن نكون صريحين. يعني المبعوث الدولي مثلا، يعني دعني أوضح هذا الفكرة. المبعوث الدولي القديم جمال بن عمر أدخل جماعة الحوثي إلى العاصمة اليمنية صنعاء، ثم جاء هذا الموريتاني لم يستطع أن يتحكموا به، وكان يحاول أن يكون يعني مستقل ومحايد قدر الإمكان، ولكنه فشل. الآن المخطط يعني واضح، هناك إرادة دولية لتغيير يعني اللعبة في المنطقة. الحكومة الشرعية أصبحت الآن قد ربما تكون في الأيام القليلة القادمة خارج اللعبة تماما. وبالتالي الحسم العسكري هو نوع من الضحك على الذقون. إذا كنتم تقولون أن نحن نريد حسم عسكري، فلماذا تدعمون ميليشيات مسلحة في جنوب اليمن؟ لماذا تدعمون يعني ميليشيات انفصالية في داخل عدن؟ لماذا تدعمون يعني حتى إعادة إنتاج ما يسمى بالطبقة التقليدية القديمة، وأنه لم تهويل إعلامي على أن الشرعية اليمنية عاجزة؟ من الذي يعني الذي ود أو أوصل هذه الحكومة إلى هذا إلى ما وصلت إلى اليوم؟ أليس التحالف العربي؟ يعني عندما اختلفت أجندة التحالف العربي، لو أراد التحالف العربي نقولها بالحرف الواحد الحسم العسكري، لكان حسمها قبل اليوم. ألا يقف ضدها المجتمع الدولي؟ وشاهدنا ذلك، يعني كلما تحدثوا عن حسم لصنعاء أو حسم الحديدة نجد أن المجتمع الدولي هو من يقف ضد هذه يعني الحسم أو الأفكار التي تدار.
كما قلت لك، يعني المجتمع الدولي لديه مصالح استراتيجية في المنطقة. المجتمع الدولي هو يستخدم الأقليات المسلحة في المنطقة لتهديد أمن واستقرار المنطقة حتى يبتز دول الإقليم، وبالتالي هو لن يسمح بسقوط العاصمة اليمنية عسكريا، ولن يسمح لجماعة الحوثي أن تكون يعني بعيدة عن المشهد السياسي والمشهد العسكري. المجتمع الدولي هو يبتز دول الإقليم، وهو يبتز المملكة العربية السعودية، ويريد تمرير أجندته. وهناك يعني يقولون يعني الآن الإمارات العربية المتحدة، هذه الدولة الصغيرة التي مساحتها لا تتجاوز يعني 89,000 كيلومتر، تقوم بدور الكمبارس في المنطقة. يعني الإمارات تقول أنها لديها مشروع كبير وأنها كذا. الآن الإمارات دورها مشبوه في الواقع، دورها مشبوه في التحالف العربي. هي الآن أصبحت طرف أساسي في الانقلاب على الشرعية اليمنية، طرف أساسي وليس حليف استراتيجي. إذا كانت الإمارات العربية المتحدة تقول أنها مع المجلس الانتقالي في جنوب اليمن، ما أنتم أتيتم يعني لحكومة تدعم حكومة الشرعية؟ إذا السيناريوهات موجعة. لا تقبل السعودية يعني بطرف، يعني صرح بأنه كما قلت مع طرف غير طرف الشرعية. لاحظنا كيف هاجموا، يعني استبعدوا قطر لأنهم شعروا أنها يعني كما قالوا بأنها ليست على نفس السياق. لما يتم الصمت على الإمارات وأعمالها التي تحدث في اليمن؟ نحن هنا، وهذا الذي جعلنا يعني حيارة عندما نرى الموقف السعودي يعني في الواقع. الموقف السعودي هو متورط بطريقة أو بأخرى، قد ربما يكون متورط بطريقة غير مباشرة. إذا كانت يعني نكون واقعين، مثلا عندما انقلبت جماعة ما يسمى مجلس عيدروس الزبيدي على الشرعية اليمنية، وكان حاصر مجلس يعني الحكومة اليمنية في قصر معاشيق، تدخل الجيش السعودي وحسم الأمر في خلال ساعات يعني في قصر معاشيق، وحامل حكومة الشرعية. إذا السعودية هي متورطة بطريقة أو بأخرى، وقد ربما أنها يعني هي لديها مشروع، هي والإمارات العربية المتحدة، وتقسيم اليمن على أسس يعني على أن الملف الشمالي يظل بيد الحكومة السعودية، والملف الجنوبي يظل يعني بيد حكومة الإمارات العربية المتحدة. إذن اختلاف الأجندات لدول التحالف العربي هو من أخر الحسم، وسيكتب التاريخ أن من سعى إلى تقسيم اليمن هم الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي قبل أن يكون المجتمع الدولي متورط في اللعبة. نعم، إذن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ هاشم الأبار الناشط السياسي من الرياض. مساء الخير أستاذ هاشم. إذن لم يجهز بعد الأستاذ هاشم، أعود إليك أستاذ الدكتور عادل. دكتور، يعني لو عدنا إلى موضوع الرسالة، هل تتوقع أنها أيضا قد تفتح بابا جديدا للمفاوضات؟ يعني وجدنا أن مجرد أن كما قلت يظهروا بمظهر حسن وبأن نيتهم جيدة تجاه اليمنيين وتجاه الحلول السياسية، هل تتوقع أن يستجيب المجتمع الدولي لمثل هذه الرسالة؟ المجتمع الدولي هو منذ اليوم الأول يقول بأن الحل في اليمن هو سياسي وليس عسكريا، وإن كانوا قاموا بدعم التحالف العربي لوجستيا من خلال يعني الدعم الأمريكي والدعم البريطاني لدول التحالف العربي من خلال يعني ضرب الأهداف الاستراتيجية داخل الميليشيات الحوثي. إذن المجتمع الدولي لديه يعني خطة، وقد ربما أنه يفرضها على الحكومة اليمنية، وبالتالي هم الآن يضعفوا الحكومة اليمنية حتى تكون في موقع يعني ضعيف في المستقبل في أي عملية سياسية مستقبلية، وبالتالي ستكون الحكومة اليمنية مجبرة على قبول اي يعني المبادره السياسيه لحل الازمه. وقد ربما يعني بخبره بريطانيا وبانها كانت الكولونايزر حق المنطقه وانه بيدها يعني ما يسمى بالارشيف البريطاني، وهي تعرف يعني خلفيات قبائل الخليج وخلفيات القبائل اليمنية، وبالتالي قد ربما انا اتوقع ان المندوب البريطاني الجديد او المبعوث الجديد قد ربما انه يقوم بفرض يعني خطه جديده او عمليه سلام جديده، وعلى الحكومه اليمنيه ان تقبل. واذا لم تقبل الحكومه اليمنيه فقد ربما يتهمها بانها طرف معرقل في العملية السياسية، والإمارات جاهزة. لكن للأسف الشديد يعني لم يتم اتهام الحوثيين الذين عرقلوا فعلا أكثر من حوار. اسمح لنا أن ينضم معنا الأستاذ هاشم العبارة الناشط السياسي من الرياض عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ هاشم. مساء النور، أهلا بك. تابعت بالتأكيد الرسالة التي قام ببعثها القائد الحوثي محمد علي الحوثي للأمين العام المبعوث الأمم المتحدة. هل يعني أولا قراءتك لهذه الرسالة كيف وجدتها؟ الرسالة تأتي في خطوات يحاول الحوثي تصويرها بأنه مستعد للتفاوض على قاعدة أنه الطرف المسيطر الوحيد في الجغرافيا التي الآن تحت سيطرته، وخصوصا بعد تصفية الحليف السياسي المؤتمر في أحداث بعد أحداث من ديسمبر، وهي خطوة يدفع لها الحوثي باتجاه ما يعتقدوا أنه سلام، لكنه في سلام يتجاوز مطلب تصفية آثار الانقلاب.
ويتحدث اليوم مثلا عن انتخابات، يتحدث عن ديمقراطيه، يتحدث عن حوار، بينما هيكات الحرب الحوثيه او الحرب اللي قادها الحوثي على البلد هي كانت مستهدفه بالدرجه الاساسيه الانتخابات التي حدثت او التوفيض والتوافق الشعبي الذي حدث لعبد الرب منصور. هذه متجاوزه بالدرجه الاساسيه مخرجات الحوار الوطني، متجاوزه بالدرجه الاساسيه العمليه السياسيه الذي هدها الحوثي. لا يمكن مثلا انه يتعاطى العالم بشكل ايجابي ومنطقي مع هذه الرساله، لانه بيتجاوز اذا المجتمع الدولي تعاطى مع هذه الرساله بشكل ايجابي بيتجاوز حتى القرار الدولي 22/16 الذي يفرض بالضروره تصفيه اثار الانقلاب. نعم يعني طيب تعليقك استاذ هاشم. يعني كان معنا عبر الهاتف ايضا السيد ايمن نبيل، وتحدث ان هناك يعني خطا قاموا به بارسالها عبر اللجنه الثوريه العليا، كان باستطاعتهم ان يرسلوها على الاقل يعني باسم خارجيتهم التي يعني يديرونها في صنعاء، او على الاقل المجلس السياسي. ما تعليقك على هذه النقطه؟ هو بشكل اساسي في ارتجالات يعني داخل الأطراف في القيادة الحوثية. يعني قد ربما يكون هذا الموقف عبارة عن ارتجال أحمق من محمد علي الحوثي لا أقل ولا أكثر، لأنه لا مبني على أرضية واضحة، ومطالبه حتى تتنافى مع تحركات القوة العسكرية للحوثي اللي هي على الأرض، وأنه يعني مجرد خلط أوراق، مجرد ذر يعني رماد على العيون، واحد ينادي بالحرب، واحد ينادي بالسلام، واحد ينادي بالحوار، واحد عاد يعني يقول عاد احنا بندخل الرياض، واحد يقول لا يعني الذي بيعود. هذا الخطاب المتنقض لاطراف الحركه الحوثيه يعمد دائما على تشويش المشهد، على تشويش الصوره حول مواقف الحركه الحوثيه واتجاهاتها. يعني يفعلوا لك يعني يتم عمل 10,000 يعني يتم عمل اطراف كثيره متحدثه، وكل طرف يعني يقدم تصور معين، يعني ما يتم تحشيده مثلا لا تعز في المرحله يعني في الايام السابقه يتنافى مع ما يتم الحديث عن طريق محمد علي الحوثي، ما يتم الحديث يعني يتعارض ايضا على ما يتم دعوه له عن طريق صالح الصماد، يتعارض عن ما يتم يعني اللي هو عباره عن تخريج دفاع مقاتله في الساحل الغربي توجيهها باتجاه الحرب. فهذا هو الامر درجه اساسيه. لكنه نعم، اذا حللنا مضمون هذا التناقض استاذ هاشم، ما الذي يعكسه؟ هو اعتمدت الحركة الحوثية خلال حربه دائما على خطة تخدير الخصوم، دائما طرف ما يضرب ويحشد عسكريا، وهذا كله ضمن خطة الحرب النفسية الذي يعني يبدو أن الحركة الحوثية بارعة جدا في استخدامها. هذا الأمر يخدر بشكل معين أو يجمد أو أو يعطيه انطباع إيجابي مثلا لطرف دولي قد ربما يعطل بشكل أو بآخر عملية التوسع في الجبهة الغربية أو جبهة الساحل الغربي، بالحديث أنه خلاص إحنا بنتجه نحو حوار، وإحنا الآن نطالب بمصالحة، وإحنا الآن نريد أن نعود إلى الصندوق، وإحنا الآن وهو يعني يقدم ما يبدي ما يتبدى أنه استسلام، أو ما يتبدى أنه العودة إلى مسار العملية السياسية، أو ما يتبدى أنه محاولة يعني. نعم، ألا يستغرب ذلك الأمر أن يأتي من اللجنة الثورية العليا التي كانت بعيدة تماما عن الأمور السياسية وخاصة في مخاطبة المجتمع الدولي، يعني أن يتحدث الآن عن عفو عام، عن إطلاق معتقلين، عن انتخابات سياسية، يعني خطوة يعني ربما تفاجأ بها الجميع، لم تقم بها ميليشيا الحوثي من قبل، ما هو يعني تفسيرك لها؟ هو زي ما تحدثت الآن يلعبوا بطرف سياسة، وطرف يحشدوا به عسكريا، وطرف يتوعدوا به يعني لعدم السماح للسيطرة على صنعاء وإقصاء أي معارض. يعني ما يحدث مثلا أنه طرف يعني مثلا الصماد يعلن على أنه أطلق جميع المعتقلين على حادثة 2 ديسمبر، بينما في الواقع أنه يتم اختطافات جديدة بشكل يومي وبشكل مكثف فوق 50-60 مختطف يوميا، بحجة انه هؤلاء بنبذهم دورة اجبارية، بينما هي عملية اختطاف اخرى، يصدروا خطاب وعلى الواقع خطاب. بعدين هنا الاجنحة، في معنا جناح اللجنة الثورية، وفي معنا جناح المجلس السياسي، في معنا جناح المكتب السياسي، في معنا جناح المكتب الخاص حق عبد الملك الحوثي، وهذه الاطراف كلها يعني
ضمن المشهد ولديها احيانا يعني صراع فيما يخص موقف معين، ولديها احيانا تجاذبات، ولديها احيانا تقاسم ادوار، ولديها احيانا يعني كل هذا العمل يهدف الى تشويش المشهد او الى تشويش الصوره فيما يخص او تضليل الراي العام او تخدير اطراف معينه يجب عليها ان تتخذ موقف حاسم في ازاء معركه التوسع الذي يقودها الناس في المعركه في الساحل الغربي. نعم هناك التحرير الذي اعلنت من تعز. نعم هناك من يقول يعني ان الامر جاء بعد تقرير فريق لجنة الخبراء الذي يعني طلب يعني إضافة اسم محمد علي الحوثي ك يعني وفرض العقوبات عليه كسابقيه، هل تتوقع ان هذه الخطوة لإظهار مدنية الرجل او حديثه عن حلول سياسية؟ يعني كل وارد، كل يعني ممكن هذا يكون امر بشكل كبير جدا اذا ما قد يعني انا يعني بصراحة ما كملت قراءة التقرير هذا، لكن اذا التقرير تحدث عن إمكانية أنه يكون محمد علي الحوثي ضمن مجموعة الذي بيكون عليها عقوبات فأكيد بيصدر هذا الخطاب. نعم. لا شك يعني، وهي كلها محاولة إيقاف عملية الحشد الذي بدأ الناس يتحدثوا عنه في المرحلة الأخيرة، والذي بدأت يبدو تكتمل شروطه بانضمام المؤتمر الشعبي العام إلى معركة الشرعية أو المعركة التي تستهدف مثلا إسقاط الانقلاب وتصفية آثاره في صنعاء. نعم. وهذا اللي بضيف لا شك يعني قوة جدا وإمكانات أقوى. شكراً. شكرا لك أستاذ هاشم الأبار الناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك دكتور عادل. دكتور عادل، يعني لو تحدثنا عن دور الرئيس هادي ومستشاري وحكومته من كل هذا المخطط الذي يدور حولهم، سواء إضعاف الحكومة، سواء يعني التحيز الدولي ويعني بعض والإقليم لبعض الميليشيا هنا وهناك، يعني هل سيظلون يعني يقومون بدور المتفرج إلى أن يتم حشرهم في الزاوية أو إخراجهم من اللعبة كما قلت؟ الحكومة لا، يعني الآن دورها ليس دور المتفرج، ولكنه دورها دور المظلوم الذي يحاول أن يعني أن يخرج من 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 الورطة ومن هذه الأزمة. الحكومة اليمنية هناك يعني لو 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 أراد التحالف العربي أن يكون لها دور قوي لساعدها على أن تقوم بواجباتها الوطنية والقانونية تجاه الشعب اليمني، ولكن هناك أمر يعني هناك مخطط ضد هذه الحكومة. الحكومة الشرعية الآن نعم ينبغي عليها أن تكاشف التحالف العربي، ينبغي عليها أن تكون صريحة مع التحالف العربي مثل ما جاء التحالف العربي لنصرتها، وجاء الأهداف واضحة وهو إسقاط الانقلاب وإرجاع الشرعية اليمنية، فلماذا اليوم لا يساعد؟ يعني إذا كانت دولة الإمارات العربية المتحدة يعني جزء أساسي في التحالف العربي، لماذا لا تدعم الدبلوماسية اليمنية أن تتحرك في 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 في, في المنظمات الدولية؟ لماذا تدعم ميليشيات عيدروس الزبيدي تتحرك؟ ولماذا يعني عندما خرج محمد الحوثي مثلا إلى سلطنة عمان ثم إلى إيران، هم من أعطوا هذه الإشارات على أن يقوم بهذه بإعلان هذه الوثيقة وتقديمها للأمين العام؟ لأنه من 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 من, من أساسيات الميليشيات الإيرانية هو يعني الضحك على الذقون، وأيضا استخدام أساليب المراوغة وأساليب الكذب والتزوير، وبالتالي الآن هذه الورقة يقولوا أن نحن جاهزين وأن نحن يعني نحن مظلومين والتحالف العربي يوقف العدوان وأن نحن ظلمنا وأن نحن يعني نريد أن نكون طرف في الشرعية اليمنية في المستقبل، ولا نمانع على أن يكون هناك يعني حل سياسي. إذن الحكومة الشرعية ما الذي ينبغي عليها؟ أولا الخارجية اليمنية تقوم بدورها وهو يعني تعريف المنظمات الدولية، تعريف المنظمات الحقوقية، تعريف المجتمع الأوروبي والأمريكي والدول التي لها يعني يد في صنع القرار في 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 في, في, في النظام الدولي. الحكومة الشرعية لا تقوم بدورها المطلوب، الحكومة الشرعية ضعيفة، يعني وزارة الخارجية اليمنية ما استطاعت تناقش حتى قضية شاب قتل في الهند، يعني مشنوق أو ما شابه ذلك. إذن ما هو الذي ينبغي على الحكومة الشرعية الآن؟ واحد، أولا الضغط على الحكومة السعودية وعلى أن تكون يعني حليف استراتيجي مع هذه الحكومة وأن تساندها في المنظمات الدولية وفي المجتمع الدولي. اثنين، تحرك الدبلوماسية اليمنية لكشف الانقلاب والكارثة التي أودى بها إلى المجتمع اليمني. ثالثا، الاستغناء عن دولة الإمارات العربية المتحدة لأنه أصبحت يعني حليف غير موثوق فيه، وأنها أصبحت هي جزء من الانقلاب على الشرعية اليمنية، وهي تلعب على الحبلين، وهي من تريد أن تسقط الحكم الشرعي وستسقطها في المستقبل إذا استمرت الإمارات، لأنه لديها مخطط طويل وهي تنفذ خطة دولية وتنفذ مشاريع استراتيجية لها. إذن
الحكومة الشرعية الآن ليس بيدها القرار وأصبحت حبيسة ومظلومة، وقد ربما نرى أنه ليس لها حتى تنتزع شرعيتها في المستقبل إذا لم تتحرك. نعم، الكاتب والباحث دكتور عادل دوشيلة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد في الأسبوع المقبل، كونوا برعاية الله وأمنه.